Perché la paraca fa che già giù diamo a uno già che le fanno comandi in caramura già me ne diamo che ben diamo il betti sabato in canisa fra non mangia sante non si che vuoi ora anche a due d'oro fanno continuare ad un neporca moneta a tabai non la già fosse tagdimo a tagero che caffè o don letti non adoltariandi wata bayla jam fenta fo kool belari nyame o kamma ko lan nam be wolu kel o dan ke bel kana nyina ko na karamo ma men ka da tawfiq al islamiya birkama karamo me be birkama shagata be karamo ul mello abo karamo ul lel kon shagata be karamo ul mello birabe baluoto tawfiq bol lel kon ila mudiro nyin memma no maran ko da wala ustaz sayo jajudi ay karandro gen karamudo janne sanji saba ma tele ko mande puraike bi lundal be la lundan kumade ustaz sayo jaju wala be sirin karamula mudiro balaten ane mudiro man tambira tele be sirin tema ba wala ustaz sayo jaju ay sanji saba ke jannun karandro la mbafole bismillah ko tek an gabi ngamol bismillah komodiro ya sawal ni nyamen na muske ba kafol e vela sirente mba aja binta sedi anin mba binta bintu kinte ini la molu ngebe bismillah alna la kaf molu be alla be onta jam mbe ka haji nga benke altal ma karamul do an nin nyina tan nge komandi ke dan kum ma wala na mbe ka ya haji nya fon se to an bi mbe kontine la nyadon ka dol tol dundi tarin tare o do mbe komandiro kala maymunat ibrahim bala me yalon ko ay kuma soro pour gagnelu tentu ala nin ke jay anin ka wosi e fala o do ma fole maymuna fal tadafaddal mashkura maymuna fal tadafaddal mas ngam hagelo fala mbula je ko duniya ben jiben kan ni membe lori nyaati non la tan duniya la ba jiben kan nyol momo be je salon ko duniya be je kan ne benno karamo falan tendula Mr. General falan ay ko be tuje dulali a kuma ne me mira kombo be nyame oro kol be warle nyama ye tujana de dan kuma badi buja mbafle bismillah Mr. General mbafle thank you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي انشا وبرا وخلق الماء وشرى وابدا كل شيء وزرى ولا يغيب عنه شغير النمل في الليل اذا سرى ثم الصلاه والسلام على سيد الورى الممتقى المبعوث في ام القرى صلى عليه الله واصحابه الذين انتصر فضلهم على شرى ايها الحفل الكريم والبوس العظيم احييكم بتحيه زعفرانيه خالصه سوسنيه عنبريه معدنيه قائله لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فتربت تربا وهدبت هدبا بان اتجلى على منشة مكرمه وانظر الى وجوهكم منمقا واتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الجميل لاساتذه هذه المدرسه النفيسه واباكرتها الكريمه الذين ما بخلوا شيئا في تعليمنا وما قشروا في حقنا واتوا قيمه لحياتنا وجعلونا اساق العلم وحليف الجد والهلم بل يكملون مشيرة آباء والأمهات في تعليمنا والتوجيهات فلكم الشكر ما قد قلمي وعبر ولكم التقدير ما فاه مشك وأطر ولكم الاحترام ما غاب عنا الشمس وانبر ثم الشكر والتقدير لمكتب النساء والخيرات مكتب الجد والإرسادات مكتب التقويم والنشاطات مكتب الفعاليات والتعاليمات مكتب يعجز اللسان عن وصفه وتي عبارة عن صرفه
وأسأل الله أن يديم هذا المكتب ويزيدهم بالخير والهب. فلكم مني كل الشناء والتقديم واحترام الغفور بعدد القطرات المطر وألوان الزهر وسمم الإطر. ثم أواسع الشكر للجنة التنفيذية العليا أصحاب الإمم العليا وذوي المقامات السامية ودسوا على بساطات الراقية وتقلقوا بأخلاق الحميدة وتبئوا بأخلاق السليمة. وبارك الله فيكم على جيوب الجبار وكتب أجركم. ثم أواسع الشكر للجنة التنفيذية العليا أصحاب الإمم العليا وذوي المقامات السامية ودسوا على بساطات الراقية وتقلقوا بأخلاق الحميدة وتبئوا بأخلاق السليمة. وبارك الله فيكم على جيوب الجبار مع كل صحة. مبارك الله فيكم على جيوب الجبار. ثم أهنئ زملائنا طلبة متخرجين من ثالث الإعداد فهنيئا لكم على هذا التخرج الفائق. فبه تواصلون دراسة إلى ثانوية. فعليه أوشيكم بالمقارنة مع كل جد واجتهاد دون أي ملل ولا قلل. ووفقكم الله في ميدانكم دراسي. ثم أشكر الجميع الحاضرين في هذه الحفلة الكريمة. وبارك الله فيكم مع كل صحة وعافية. إلى هنا أكتم كلمتي معكم الطالبة أنا ميمونة إبراهيم با المكنية بأم إبراهيم بإذن الله تعالى. آمين. بارك باك ميمونة أن بينكم كان عندنا كوميديا باتا كان الدنيا بالجيكا فلانيا نبينا كرو دي لجيكا ماري فيلند أدي جاجو لجان جان نجل منتلا نبي جان جاجو بلورين جان دانجي نيكنا جيكا ماري فيلند لما جالو تامالا بدا نعمل مكالا مبان جمباري الله كو ديولا فيلند يالم بدي ونكو الكرو أنا كبينا كوندينم بي كومانديرو كلا الرئيس الطلبة السنة القادم سامن كنا من بي مانسا كوندا كودو مارلا ولا ما الحاج سوار با جيت أفلاي كوماسرو كادين جيلال لا أنا ما بيلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وقدر وأحكم الأمور ودبر وأحسن خلق الإنسان وصور له الحمد ما برى النجم ونمع واتلى على نور وصفى ما صار بدحه صاحا واتبع وصار إليه سار واتبع دين الحق الذي ينتبع صلى على حبيبي مصطفى وسلم من على يد جبريل تعلم عند الثقلين معظما صلوا عليه تربه وعن نار تزهزه يوما تغاب تنجها. فيا أيها الحضور الكرام والأساتذة العظام والمتممون والمتممات سلام الله أقرئه عليكم بعد أجيبته أحمد الله الذي من علينا بشهود هذا اليوم بحج من نواعه وأعطى مناه وسبلا ورفع المقام واقف ببابه وأعطى مناه وسبلا فإنه من دواء سرور وسعادتنا دخل من سويد القلب أن أقف لجاهكم لأقتبس نورا من نور واجهكم ظاهركم مستبشرا منيرا لألقي آخر كلمات لكم وأنا متزين ولا بزنزي مدرسة لألقي آخر كلمات لكم وأنا متزين للزي مدرسة. فبهذه مناسبة سعيدة أصالت عني وعن طلبة المتممين والمتممات وعلى لساني ذكر جميل أهدي باقات شكري ونفحات عرفه إلى حضراتكم موقرة. يا أساتذتنا أجلاها
لقد كنتم خلال مشوارهم درسا، لقد كنتم خلال مشوارهم دراسي في هذا شره علما شجرة وصبرتم معهم ورغم تراغمي ورغم تراغمي ظروفي وعقبات أن تكون مظلة التقائي من حرارة الجهد وغرستم في نفوس الطلبة إحمة هو علم رفع الله قدركم وكتب أجركم ورضي عنكم. أيها الطلبة إن رئيسكم ورئيستكم لفي ساحتي فأهيل أنهاء مرحلة علمية مدرسية مدرسية جامع 9 سنوات آيات مدرسية مفورة بالحق وعطاء المسرة طيبة من حرارة الجهود وغرب من رقع في دروب العلم هم الرفقاء آذروني ونصروني وعذروني وعذروني أيما التعذيب وشاكروني في سراء والضراء يا ليتهم يعلمون عنيني الشديد قبل الدبيب الحبر الفراق فقد أضوا ونال صحابتهم وقلم الأسى جفوتهم لكنه قوم عزيز جرهم لكنه صلب بر الوالدين الله يسأل أن يجعل فراقكم فراق لأقول دمتم في أمان الله ورعايته أينما كنتم. بارك الله فيك وجزاكم الله وأمناكم الخير. يا من الممنون تملي على كوين الجنس أن مكالا ديما ندون إمان دا ولا فلا إكو إيه جنسا يا وجي جماد لا turga ñu jàn sa yaa dila non tawon wato almal fa lay jurjo la sur ngon ka na ñina comme media bal tagal na ndu fele be dum rokela non kian ko la ndeb mem bal tagal kian ko la mbé mel fon la bien be kéri ye mul men tom mo je pour edia mu be to la waye wasale mbé bula ka wala ko la tariya ñama mbé mem fos ko mandile ko wala mu binta alhaji kante fal tadafaddal mashkura bintal haji kante ala kanam kumas janne awal idadi grade 8 grade 7 min as shaitanir rajim bismillahir rahman a'udhu billahi min as shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lakal hamdu maulana ala kulli ni'matin wa min jumlatin ni'ma قوم لك الحمد أيها الحفل الكريم أيها الحفل الكريم والحضور الجميل ترحبتمونا بأسواب الحضور والجزل والهناء الملتصفة الملتزمة على وجوهكم منورة المكرمة هللتم أهلا ووددتم سهلا أرحب بكم بأهل الكلام وأسلم عليكم بتحية الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيا جماعة النجباء انصرفاء لكم مني تحية من جلجلان قلبي إلى أصحاب الهجرية تحية قدسة من العرس تفوح رائحته من السماء أساتذة الأفاضل أهديكم كل سكر وتقدير بعدد ما تنزل من السماء ومن قطرات المطر وما تفوه به أزهار من سد الأطر على ما بذلتم من جهودكم جبار ومثمر من أجل السراق مستقبلنا وأن ترتقي إلى الأعلى أقدم لكم عبارات الشكر وتقدير وسد الأطر وأقدمها لكم منبع العلم معرفة أتمنى لكم الدوام صحة والعافية وأن يرزقكم الله راحة بالي والسفاه العقل في الدنيا والآخرة وختاما إخوة الطلبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والألم اعلموا أن لكل شيء بداية ونهاية وأن لطها الشمس مهما طال لا بد من الغروب وأن لكل شيء إذا اكتمل فإلى النقصان يسير وكل شيء بقدر الله ولا يغرنكم يسير وأن هذه الدنيا فان ولا تغرنكم الدنيا
الطلبة اعلموا أن هذا الفراق فراق البدن لا قلبك لأن تفرقوا قلوبي مذموم ومحزون إلا الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قلوبك اسم التعليم بنت الهادي كنتي المكنية بأم ألبان إن شاء الله جزاء الله خيرا في قرية جاب كندا Talibolu Melialam Baltel Lassiot Talibolu Melialam Baltel Lassiot Talibolu Melialam Baltel Lassiot Kununga Kumala Faleja Kununga Kumala Faleja Kununga Kumala Faleja Nemmen Yina Dambia Kilo Brandila Flanya Mobile Tiolo Nalu Dani Alayan Kila Sallallahu Alaihi Wasallam Nyen Nin Parede Jan Niba Vrabi Nyolu Nemmen Mobile Guarantee Rebe Nyu Sodla Nemmen Mobile Guarantee Fem Fem Gare Yeba Bio Sodla Okola Nin Atera Ome Kontane Mo Kile Video Kale Asem Nyo Bulu Kodi Di Lalu Nkale Al Kodi Dio Nyin Fem Kale Kana Nama Karal Tina Alga kundi video mentema menga tara foka ntajela ntalo na ka memfo ngale alinga rani fongo konni nyilbe jane ni mam pare yadi manna na rada na ka murna njan yandi bogra keje na nyomo simbra ni si kodi nga hagatu nyo ya mon yalo na falte le jande ne ko no ngam falle wala jande ko ngam si ala la haklo non ta jande bila fala mayilla nyimma Odo ngamam fo solo. Me kontine la kan talibo kumandi. Men kada Zainabu Soude Konté. Na be jam ba fo le falta da fadal mashkura. Zainabu Soude Konté men je den. Afala ala karaw ni kuma sa ni karam mule to jam. Fo bi ten afalanti abe jam bula kan. Abe la fo la bye bye. Usas konté ba fo le bismillah. Ela bare muso me ba to podo kan. A fota dala ye bala makara di Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al Malik Al Quddus As Salam Al Mutabarrid Bil Azm Wal Baqa' Wal Dawam Ilahu Raqiq Kathir An Ami Wa Arsala Rasulahu Bil Huda Wa Dinil Haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأصلي وأسلم على النبي المبعوث في أم القرى صلى عليك الله يا خير من يمم العفور سعجا سعيا وفوق المتون عينق الرسل عما بعد فأيها التلاتل وتوائل وتواتل أهيق مقاتبة وتحية وذية رقراقة وتحية إسلامية زعبنزية زعفرانية سوسانية وتحية التي لو نزلت من الثريا إلى الثرى لاحتضت وربت بل لو جعلت ودست على الجبال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بل ولو جعلت وشوشعت بماء البحر عذبا وفرات سلسبيلا فسعادة الضيف الشرفي وسعادة المدير المدرستي وسعادة النائب المدير المدرستي أساتذة أجلائي وضملائي الطلبة أيها الحفل الكريم وشخشيات أتارم لقد بسبست عزيزا وأتجزر اعتزازا بأن أنبر أمام محياكم منورة وفي هذه بهرة حلقة علمية التي تدير بزبرية وتنبذق بالأزد فعلي أيها الحفل الكريم دوروا وكما سأدور ما مقالتي كاتب لكم مدرسة بنيت على منبع العلم وعلي يسمع طلابها إلى شمم وفي ساحتها شجرة علمية وروضة نصاطية وطلابها يتفيعون من ظلها ويشربون من روضها ولذلك تراهم أقوياء بين الآخرين الفزها وفي لجج عرب البلغة حتى توبج بتاج الأدب
ووصف بالتقى شمر بالفجوة فأخرج ناسا هم اليوم بين الناس سموسا مهما أقبست الليل امحلوا في ديار الظلم تصير الظلمة كليل بحي هلت في أرجاء الضوء الصباحا إذا انفنجل أمهلوني برهة ثمانية أبث كلمات ذهبية عبارة نبضرية في حق النهاريرها والمدح أساتذتها الذين لولاهم بعض الفضل باري نختلط برامج لكن بترابطهم تسمى مدرسة لأنهم ترابطوا وتجاسموا وتكاتفوا وتعاطفوا وتحابوا شمروا أوقاتهم لخدمته هذه مدرسة وطلبتها تياتر سأتلو عليكم قول الله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم بهم الأثور لمنال من خصائص غزيرة وبما أنتجوا من نتائج غميرة فعلى هذه أمور مذكورة جليلة هثر جف وخلف نصف يتفلج في بنغر مدهم وغتمتم الشكر بما أنهم أجدر كل شكر وتقدير ما أجل الكلمات غريق برج مدح سعي عبرها صوفهم سأسمه بي البلبل ويتسير بها مع كل تململ ويرتلها بصوته أنبل ويتسيرها في كل مكان أجلل ويا أساتذة أحباب وسناديد أبرار ثبت الله قلوبكم طيبة ورزقكم بالصيحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة وبشركم بما يسركم وكف عنكم عما يضركم وثبت يقينكم ورزقكم كل شيء ورزقكم في الدنيا والآخرة وستركم فوق الأرض ورحمكم تحت الأرض وغرف لكم والديكم يوم الأرض وأن يؤفئكم ويرزقكم جميعا فيما هو أنت وأن يعود ما زرعتموها بالفاعدة ونفع ونجاه وتفق حياتكم أن يكون قادم أفضل وأن تحققوا كافة أهدافكم وإنجازاتكم وعليكم بإذن الله تعالى وأن يبارك في أعماركم ويحفظكم من كل سوء وأن ينفع بكم مجتمعكم دائما وأبدا وستظل مدرستنا غريقة فخر لنا وستظل هي بيتنا تعليم وإضافة لكل الطالب الأول ونترككم في أمان الله ورعايته إلى هنا أختم مقالتي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته أنا زينب سودي كنت المقنية أم بالله بارك باك إلى مقالة السنياتة أتمتة أبتها ممن دعنا مول قلود روم إكانا جسبو إكانا كنفا إكانا جسبو إكانا كنفا me lorin da min to jang nda bonu la jang tan dang ko moduma ya dawo men din na jang ya men din na ja kulya tan da fontel me dan nan nin a taranu isulata nin a break ta kada sarola do minute lulo men ba fo din na metara ofiso ko jaal be sen kin kin wali wato ay tariya al se hega to baga ko di an ka bin a continue milatan diro kala nin bon na salola jannin bita wala be makalal kiran kabi me ban kuma la wala mu aminata sheikh ustaz bajinka takbir takbir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله الذي جعل لكل شيء بداية ونهاية ولم يكن في ملكه بداية ولا غاية السامي فوق السماء السامية ومقدر الأمور إلى يوم الفانية
ومن علينا إكمال الإدادية نحمده على ذلك الألانية وكفيا. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وأهد الإنسانية ومزاد القيان الوطنية وعلى آله وأصحاب الخيرية. وبعد أيها الحفل الكريم وجمع العظيم من جناح الحمامة الورقاء إلى تلك القلوب البيضاء تهية تدم في تيها السلام وتعبريها الغرام والهيام خائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تهية الآثرة على الكواكب السابقة فإنني في هذه الزمخانية المباركة ملدت بالحبور والبهجة والسرور والفرحة بأن أتجلى على منصة المكرمة وأنظر إلى وجوهكم نيرا وألقي مقالة الأدبية مع عباراتها الذهبية وأتقدم بشكر أول وآخر سرا وجهرا لله الكريم المنان الملك الديان الذي من علينا إكمال الإدارية في هذه المدرسة السامية التي أسست بالتقوى وعلى بحر الإرم التوى فعليه أبادر بكود في مقالة التي حملت الشكر والتقدير لأباقرة مع كل ود واحترام لأساتذتي الذين أخلصوا في تعليمنا وسمروا أوقاتهم في تربيتنا ويعتبروننا كأبنائهم ويعلموننا كأولادهم لذلك كفت أن أقوس في بحر مدحهم وأجوب في ميدان شكرهم لكنني أهابل قدر شاقتي وأقيمت عبارتي فيا أيها الأساتذة الأبرار وشخصيات الأخاير لكم مني كل الثناء والتقدير والاحترام الغفير بأدر قطرات المطر وألوان الزهر وصمم الأطر على جهودكم جبارا في تعليمنا وتربيتنا لقد كنتم بمثابته آبائنا وبدور أمهاتنا حتى أسلجت قلوبنا وأرسأت سجوننا ببقاء معكم لننهلوا من رودكم في هذه المدرسة العريقة التي بعلم تجلت وبالعدد الأصمد وبالنظام تفوقت وبالنشاط الأرقد وعلى هذه الأمور مذكورة وأوصافي مرموقة أوصي نفسي والزملاء الكرماء بناتا وبنينا فضلاء بالصبر واستخدام الفائق للالتحاق بمدارسة الثانوي مثل التدامن وحرص في طلب العلم دون الملل وقبل أن أختم خلمتي أشكر الوالدي اللذان آتياني هذه الفرصة الثمينة وهي دراستي وهذه وأسأل الله أن يجعل محبتنا ديمومة وللوالد أن يقدق عليه سأبيب رحمتي ويجمعني به في جنة الفردوس الأعلى ولا أنزل من مقامي هذا إلا أن أتقدم بشكر الجزيل وإرفان الجميل لصميم فؤادي ونبض القلب وصاحب القلب ونور الحياة وهب الوحيد حبيب الفريد وحبيب الفريد يا زوجي وأسأل الله أن يجعل محبتنا ديمومة أبارك 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 أكو أبالكم وكنصرنا منا akabala kumo kusoron na men nan lafta ko do mon ne fo lajat kaw men na so so wala mel ka moy man diga kan moy dal ako ata jino la jang fala dunya balu me ya ni nyanda yo ala hal kiyama sene ada men bala yo bara bi sino men ko ma bi gelano ko ma yo men jarata e duniya a jarata e alkiyama yo kolam majinga majinga fananna dai dalzi kema fulado abu
ngano ustaz falam be nyamala odon be hekatula doron ma falam boye ko aran saru sitale bari salo de kala jang misiro falam din jang ning mbodna salo toy alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، أخي أو أخي، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، ندخل مباشرة لضيق الوقت لهذه القصيدة الطيب المنمغة. أقول لكم قلت في مطلعها لا إله إلا الله قم لا إله إلا الله سيندي لا إله إلا الله قم لا إله إلا الله سيندي munamira kununyin bewon kenola jama'a bamfe na mammanda dubila munamira kununyin bewon kenola jama'a bamfe na mammanda dubila munakolea tafola dunyelono kanedante ko alakitio itebeona munakolaya tafola dun yelono kanedante ko alakitio itebeona alimma koi alindema sunola mbama nyin karanta badun tabeona alimma koi alindema sunola mbama nyin karanta badun tabeona kuwa koleya taforo dun yakeno alhalo le yamforse kumola kumo koleya tafola dun yelono alhalo le yamforse kumola kunan yembe on felo jube o kanyinya bitanin suno damma bitala kunanyen bawon feloju bewo kanyinya bitanin suno damma bitala kibarona ta November karola arbonyin sumanda batinola kibarona ta November karola arbonyin sumanda batinola kibarin dilamainin sunola abafarako karanta wadun nela kibarin dilanim sunomai abafarako karanta wadun nela mudironin sunomamman takenela karamoni lataluwe balde kumala mudironin suno mamman takenela karamoni latalube balde kumala inna lillahi wa inna ilaina benin wasi baben bandi la nyinala inna lillahi wa inna ilaina benin wasi baben bandi la nyinala inna lillahi wa inna ilaina beni wasio bebe bendi la nyinala dunna do lunin kumbo be dunna dunna do lunin wasio bitala dunna do lunin kumbo be dunna bora do lunin wasio bitala akeken do le sabanta ya tulwala sunonyiya amannato kenola akeken do le sabanta ya tulwala sunomiro amannato kenola
badi unu si sabaroni sunola anadi unu bedenta sunola abadi unu si sabarini sunola anadi unu bedenta sunola wulodi umba la mintata faworo musodama kiaumana sotoila wulodi umba la mintata faworo musodama kiaumana sotoila Fatima long wani nyima katani rokiyatu ni Zainabu ke tabala Fatima long wani nyima katani rokiyatu ke Zainabu ke rokiyatu ke tanyima dunne bala nato ke tawani nandi waketa sabo benata domandu kenula nato keta waninande keta sabo belata manatu kenola nato keta waninande keta sabo belata amanatu kenola mwakendo na yakar nyantarola karanda wadum soto mandi kenola yanyindante ale barodo ludoto ayake uma batabunda lubela yanyindante ala demaro jamato ayake uma kwai batabunda lubela ayakunkobo tumominao tabonto musikendo kamatenne na yaka ayekunkobo tumominao tabonto ayafasa asembona sotola musikendo kamatenne na yaka kendo dun kasatalana tabonto musikendo kamatenne na yaka kendo dum kasatalana tabonto karambum molu ayeya mar kumola anate soru kanimbulu feu jamala karambum molu ayeya mar kumola anate soru kanin soru feu jamala kaye sabaru soto masi bulola ko alalen so fansadi amola nkaye sabar soto masi bulola ko alalen so fansadi amola na aladana ye arjana ba wasola firdauso wanindala balumuna na aladana ye firdauso wasola na aladana ye dalanyimma lumuna mariba si kafaroni la nemoke usasoluba garanta badun tabeona mariba si kafaroni la nemoke usasoluba garanta badun tabeona abaraka Allahu akbar almala demo futam amen ko yam bele amo nyola almalaya sunna monora amen fotala la kodo almalaka barka odo an kabe be madu kumandla nanyim bama ala balwo ay katon men ken madu mandin dindin na sabeje pur madu so itan nitelu pur sen je ko ustaz madu ma fale fal yatafaddal mashkura